هذا الإجراء بإثر تجربة السائح، لأنه بيكون في سيارة كهربائية مريحة. هاي الكهربائية هي صديقة للبيئة وصديقة للموقع الأثري، وبالتالي بشكل غير مباشر هاي السيارات الكهربائية بتحافظ على الموقع الأثري. ومن أهم العوامل طبعا بتقلل من نسبة سوء استخدام الحيوانات اللي كانت موجودة من البعض داخل الموقع الأثري. هلا المشكلة اللي كانت زمان إنه كان نظام العربيات الخيل يعطى على الدور لمدة 6 أشهر، فالشخص اللي بيشتغل بده يعني يستغل هذا الخيل في خلال 6 أشهر، لأنه كل ما اشتغل زيادة بيجيب دخل زيادة. وبالتالي كانت في الممارسات السلبية في موضوع استغلال السائح وفي موضوع إجهاد الحيوانات. It's great. It offers a good opportunity for people depending on a wheelchair also to come to this magnificent place, and I'm very happy that this possibility is given.